أبطال، مرحبا بكم فيديو جديد، فيديو ديال الموتيفاسيون، فيديو ديال البطولة. معنا الضيف ديال الفلوغ، أول مرة كيبان معنا في الفلوغ، أنا السي عبد الرحمن. البطولة الثانية ديالو، أول مرة كيشارك فهاديك ديال الرباط. ما عمرك شاركتي في شي بطولة، لا بطولة المغرب ولا، يعني أول بطولة شارك نوفيس، هذا هو النوفيس. جاب الرتبة الثالثة، انجدر استحقاق، وانا كنعتبرها اولى لان مع من شارك ماشي نوفيس، ديجا شاركوا بطولات وبطولات. كي دازو التحضيرات؟ مزيان مزيان مزيان، احسن من البطولة اللي فات. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن سامسنا ولد فاس، مقيم بمدينة افريكا. لي الشرف نكون مع الاستاذ الكبير، شرف لينا، نهار كبير هذا معنا. كنا كنشوفوه غير في يوتيوب، تصدقنا تنترينو معاه، نصورو معاه، الحمد لله. كان كيشهينا بداك الفلوغات ديالو، ودابا راك في الفلوغ. دابا انا قلنا راسنا تنصورو. خاص ان شاء الله تكون في اوج العطاء، واخا غيكون الجمهور قليل تما في القاعة، غيكون عندك جمهور كبير ان شاء الله. ان شاء الله غنحطوا الانستغرام ديالك وغنحطوا المسائل ديالك في السوشيال ميديا، لان الجمهور ديالي كيشجع كل واحد رياض. الاخرى غتشبعوا غير الضحكه مع السي عبد الرحمن، غير الابتسامه. شي ابتسامه وهي كل شيء. اول بريباراسيون ديالي مع السي شاكيل كانت في ديال الام بي سي اللي كانت دارت في مدينه الرباط، دينا تقريبا مده شهر، كانت مده بالنسبه ليا اللي كانت مزيره وقليله، ما كنتش واجد كاع كنت مخربق. كانت باقا 10 ايام وانت كتقول لي انا باغي الابس يبانو. ابس يومين كنعيط لك في التليفون تقول لي ماشي شغالك، ماشي شغالك، نسى عليا الابس، نسى نسى، شوف لي حوايج اخرين واش تزادوا. تلاقينا في يومين الاخر ديال الرباط، هو يقول لي شاكي بانوا لي زامي. الحمد لله دازت ديك البطولة صعيبة بزاف، واحد البريباراسيون صعيبة بزاف، درنا واحد الراحة بالكين، درنا واحد التنشاف، درنا الديشارج، درنا الروشارج في واحد الفترة ديال شهر. ديال شهر، ولكن هاد البريباراسيون ما نقولوش ساهل، ولكن جا 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 زوين، جا فوقته. دابا شهرين وحنا كنبريباريو مورا البطولة، ما طلقش الريجيم مورا الكومبيت، مشى كلا الدجاج والروز. رمضان بقى في البريباراسيون ديالو، في الكارديو ديالو، وان شاء الله نستمتعوا ونشرفوك. نشرفوك الله يا ربي، تشرف حتى الكميشه وتشرف التيم ان شاء الله. ان شاء الله. نتريني وكنوجد راسي للكومبيت للفينال، ما غنحقرهمش ولكن نوجد راسي للفينال. ديما هذا الرجل مشفناش المكامل، لان باقي لنا واحد السيمانه بطوله اخرى ان شاء الله باذن الله، والروشارج ما شارجيناش.
الالتحاق بالخشبة. سكويز أباطار سكويز سكويز خمس أيام بقات
3 4 5 6 7. Okay. Okay. 1 2. Yes. Voilà. Voilà. ما نجيبش الجهد. 4 5 5. سكويز سكويز سكويز. 1 2 3 4 5. 5 بالضربة. 1 2 3 4. سكويز هادي. 1 2 3 4. قصيرة دابا قصيرة. 1 2 3 4 5. Good job. ها كنخرج النفس هكا راه ما كاينش. خاص ديما واقف. هادي واعره هادي واعره. كتمشي بحال الاخرى ولكن ما غيتشدوش بجوج. اوكي. لا 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 واعر واعر. هادي وهادي خصها تجي بحال بحال. كتسكويزي غير بلي فابر. ماشي اليد. أبطال ثلاث الإقصائيات وتسالى الفلوغ ضروري من الختيمة باش نشكركم وكنشكر السي عبد الرحمن على المجهودات ديالو. كنشكرك انت على المجهودات ديالك. الله يحفظك. هذا واجب وشرف لينا نكونوا معاك. هادو هما البطولات البدايات ديال البطولة البدايات ديال المشاركة إن شاء الله. وحنا غادي كنتحسنوا جم خريبكا على أساس أنه دوك الإقصائيات اللي مولفين كنعرفوا حنايا في فاس، لكن فاجئونا بواحد الروطار في البطولة. تكرفسوا علينا بزاف من الصباح وحنا تما. يعني خصهم يراعيوا الأبطال بأن الأسبوع المقبل بأن كاينة بطولة. يعني ما خصش يكون روشار، ما خصش يكون بزاف ديال الحوايج لان كتهرس البريباراسيون ديالك. كما كانت النتيجه ما كتهمش. ان شاء الله مواصلين. باقي لنا 6 ايام على البطوله ديال المغرب وانا كنواعدك على الرتبه الاولى ان شاء الله تكون. انا خصني ان شاء الله نكون حسن الظن ديالك ان شاء الله. مزيان مزيان من اللي طلعنا ومزيان من اللي شفتو اول مره كيلعب الاليت. مبدلين لي بوز ومبدلين المعايير لعبنا عليهم. غنركزوا اكثر على الصدر وعلى الظهر في هذا الاسبوع هذا وغنديروا واحد الديشارج زوين باش نلعبوا على الرقه ديال الجلد. كنشكرك على اول حاجه على المجهودات اللي كدير معايا وعلى التمارين اللي كتضرب معانا وعلى الصغير ديالك وعلى الصداع اللي كنديروا لك. هذا المهم الثقه. الاستشاره اللي كنستشروا غير ما كنتزمنكش في الوقت ديالها. الله يرضي. وكنشكر الجمهور اللي ساندني حتى هو وكنشكرو بزاف على الدعم ديالو حتى هو. راك ربحتي الجمهور ديال فاس. تبارك الله. كانت كتعيط حكيمي حكيمي. اييه. وكنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم. حفزوني بزاف وعطوني واحد الثقه صراحه والله كبيره اللي كانت ما كانتش عندي كاع. كنت طالع خايف بزاف الحوايج. اللي اول مره غنمشي للبطوله ديال المغرب كانت عندي واحد شويه ديال الدهشه، ولكن الحمد لله من قبل الجمهور كلشي تيهوات وكلشي تيدير وفرحان بالمستوى اللي طالعين به الحمد لله وربي ما خيبناش. ايوا ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله بالرتبه الاولى ونشرفوك انت ان شاء الله. كيوعدكم بالرتبه الاولى اللي عندي المجهود ديالي فوق الجهد ديالي ان شاء الله. المهم ابطال
تهلاو في راسكم شويه ديال البارطاج واستناونا هذا الفيديو هذا غيتلونسا حتى قبل البطوله بيومين ياك ان شاء الله باش نشوفوا اللي غيحمر لنا الوجه في بطوله المغرب.